اعتبرت النائبتان الأمريكيتان الديمقراطيتان إلهان عمر وكوري بوش أن ردود فعل الشرطة على الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات تشبه مسبحة ولاية كانت عندما فتح الحرس الوطني في هذه الولاية النار على المناهضين لحرب فيتنام قبل 54 عاما. جاءت المقارنات في عقاب تقارير تفيد بأن ضابط شرطة في نيويورك في وحدة خدمة الطوارئ قد أطلق رصاصة عن طريق الخطأ أثناء إخلاء مبنى جامعة كولومبيا من الطلاب الداعمين للقضية الفلسطينية.